السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وبسعاده. معاكم فاطمه، لاول مره تشوفني يا ريت نعمل سبسكرايب للقناه ونفعل زر الجرس عشان يوصلكم اي جديد انا بعمله. النهارده انا جايه اتكلم عن موضوعين مهمين قوي، انا مش محضره لهم سكريبت خالص، بس انا حاجات ديت عن تجارب ناس وعن حاجات بتحصل لمعظم الناس، فانا حابه ان انا اتكلم عنهم علشان الناس كلها تبقى فاهمة الدنيا هتبقى ماشية ازاي، او لو حد حصل الحاجات دي معاي يبقى فاهم برضو ايه اللي بيحصل. هتكلم عن الجن العاشق والسحر، فيا رب الحلقة تعجبكم ويلا نخش على الفيديو. حاجة نتكلم فيها هو الجن العاشق. تخيلوا ان في ناس كتير، يعني اذا كان ذكور او اناث، بيشتكوا من هما بيحلموا بحاجات وحشة، بيحسوا بنفس جنبهم، بيحسوا ان في حد معاهم كتير. ما فيش حد يقول ما بحدش بيحس، لا كلنا بنحس، بس طبعا بتفرق من الجن اللي هو عادي والجن العاشق. الجن العاشق ده هما ليه سموه جن عاشق؟ لان هو حبك او حبك، يعني هو شايفك او شايفك او شايفاك ان في جن عاشق وجنية عاشقة، يعني اذا كان الذكر او الانثى الاتنين ليهم، يعني شايفينك ان انت حبيب ليهم. بمعنى ايه؟ اول حاجة انت بتعملها غلط عشان هو الجن ده بيجيلك او بيشوفك او انت بتبقى في دماغه. طبعا الكلام هيبقى في الاول للبنات، البنات اللي بتبقى معجبة بنفسها جامد قوي وبتبقى واقفة قدام المراية بالساعات، كتير بيحصل كده. جماعة المراية غلط، المراية غلط جدا. ناس كتير اجمعت ان المراية دي سبب من اسباب ان هي بتجيب اصلا الجن، ان هو عالم اخر. طبعا في ناس كتير اتفرجت على افلام ومسلسلات وحاجات كده يعني بسبب المراية، معظمها صح، تمام. اللي بتقعد بقى تبقى معجبة بنفسها وبشكلها، نفس النظام مع الشاب، بقى معجب بشكله وبنفسه، لا ده انا مش عارفة احط ايه، ده انا عاملة ايه، ده انا قمر، ده انا مش عارف. كتر الوقفان قدام المراية بيجيب الجن العاشق، بمعنى الاعجاب بالنفس. وصلت ان انت تبقى معجبة بنفسك بيجيب الجن العاشق. تاني حاجة، لما تكوني داخلة الحمام تقول اعوذ بالله من الخبث والخبائث، مش صعبة، سهلة، لان حضرتك او حضرتك اول ما بتخش الحمام بتظهر مفاتنك، فطبيعي ان الجن يشوفك. انت لما تخش تقول كده عين الجن مش هتشوفك، يبقى في حاجب كده مش هيشوفك، فطبيعي ان انت لما تكون في مكان زي ده تقول اعوذ بالله من الخبث والخبائث، حاجه سهله جدا. ففي ناس برضو اما بتكون في الحمام تقعد تغني، واللي بيقعد يرقص بيقعد يصوت بيقعد يزعق، ده برضو بيجيبه. وطبعا غير ان انت بيجيب الجن العاشق بيجيب كمان شوية حاجات معاه. طبعا الحاجات دي كلها موجودة. طبعا انا بتكلم عن بنات كتير بتعمل ده، طبعا في ناس فاهمة وفي ناس عارفة ان فعلا الحاجات دي مش صح ان احنا نعملها. طبعا كلنا وقعنا في المشاكل دي قبل كده، كلنا بنقف قدام المرايات، كلنا مش عارف ايه، بس الواحد بيتعلم، صح؟ كلنا لازم نتعلم. اما بالنسبة بقى للبنات اللي دايما بتبقى قاعدة لوحدها ومثلا بتبقى لابسة مثلا حاجات قصيرة في البيت لوحدها وهي قاعدة لوحدها، ما ينفعش خالص، لان برضو ده بيخليه يجيب لك الجن العاشق، بيعجب بمفاتنك، فما ينفعش ان انت تكوني قاعدة بالمنظر ده. لو حد معاكي
استعيذي بالله، حتى لو انت لوحدك استعيذي بالله من الشيطان الرجيم، يعني حاولي على قد ما تقدري اسم الله يكون في لسانك، اذكري الله دايما دايما على طول، لان انت معرضة او انت معرض للحاجات دي. حسيت باي حاجة يا ريت يا جماعة قبل ما ننام على السرير، انا قلت قبل كده السرير يتنفض 3 مرات، دي سنة عن النبي، يتنفض 3 مرات. وحتى لو يا عم نسيت او يا عم يا ستي نسيتي، نقرا 7 سور صغيرين، نقرا آية الكرسي، ولو حافظين الاذكار يعني يبقى احسن نقراها كمان، بحيث ان مفيش اي حاجة تقرب لنا. يعني دي نصيحة مني ليكم، لان في حاجات كتير الواحد بيتعلمها، فلازم ان هو يوعي الناس زي ما هو فهم وعرف، لازم يفهم الناس ويعرفه. طبعا لو انت ما عملتش حاجات دي، او انت بتحس باللي انا بقوله، يعني بتحس مثلا بحاجة بتحصل لك، ياريت نروح لشيخ او نشوف حد، لان الموضوع ده لو زاد معاك وانت ما لقيتلوش علاج بتدخل في موجة تانية خالص. الموجة التانية دي بتأذيك انت شخصيا في المدى البعيد جدا، بتأذيك شخصيا في المدى البعيد. انا مش عايزة اغوط في الموضوع، انا هبقى اعمل لكم حلقة عن الجن العاشق كلها، واعرفكم كل تفاصيله وكل حاجة عنه، تمام؟ طبعا بتلاقي علامات في جسمك، هبقى اعرفكم ان شاء الله، بتلاقي حاجات كتير بتحصل لك معينة، احاسيس معينة، حاجات معينة. طبعا ان شاء الله في فيديو تاني هعرفكم، هعمل لكم حلقة كاملة عنه، هو محتاج حلقة كاملة. نخش بقى على الموضوع التاني، وهو السحر عموما، اي نوع سحر، اذا كان سحر اسود، سحر علوي، سحر سفلي، سحر رمادي، سحر اجنبي، هو عموما السحر كله نوع واحد، بس هو بتبقى فرقة بس من نوع القوة، يعني القوة الخارقة بين الاتنين، اذا كانت دي او دي. اما السحر بقى فهو حاجة تانية خالص. طبعا السحر دوت مش الجن هو اللي بيجي لك لوحده، طبعا ده بيبقى حد مسلطه عليك. معنى ايه مسلطه عليك؟ يعني حد عامل لك حاجه، اللي هو السحر عموما اذا كان اسود او سفلي او علوي او الكلام ده كله، في انواع كذا، يعني انواع كتير من السحر، فده شخص بيعزك جامد فحب ان هو يأذيك في حياتك. طبعا انا بتريق، يعني شخص ما بيحبكش، شايفك ناجح عنه، شخص حاقد عليك، الناس دي طبعا ده بيعمل لك سحر بأي طريقة بقى. يعني يدفنه لك تحت التراب، يرشه لك على الباب. طبعا الحاجات دي كلها مذكورة في القرآن، ولازم كلنا نكون معترفين. ممكن يحطوا لك في الأكل بجد، في سحر، يعني انت تكون كان محطوط في الاكل وانت اكلته، في سحر ممكن تكون انت شربته، في سحر انت ممكن تكون خطيت عليه، حاجات كتير. ازاي بتعرف ان انت عندك سحر؟ بتعرف من كذا حاجة. اول حاجة لما تكون دايما متعصب، دايما بتحلم بكوابيس وحاجات مش كويسة، زي تعابين، زي حمام، زي حشرات كتير، زي ناس بتخنقك، زي روابط بتحلم دايما انت في عقد مش عارف تطلع منها، حاجات كتير مؤذية. يعني طبعا الاحلام دي مش خاص للسحر بس، طبعا في حاجات تانية كتير، ممكن يكون اي حاجة تانية، ممكن عندك عدو او اي حاجة تانية، بس دايما بتحس ان انت غرقان في مية مش عارف تطلع، حاجات كتير كده، هو دي برضو بتدل على السحر. ان انت دايما بتعمل مشاكل عموما في اي حاجة مش طبيعي، دايما مش موزون، دايما حاسس ان الدنيا سودة، وانت شخصيا تعبان، دايما بيتهيأ لك حاجات قدامك. طبعا ده على حسب نوع السحر اللي معمول لك، يعني في ناس بيعملوا مثلا سحر عشان راجل ومراته ينفصلوا، بتحصل كتير، فالسحر ده مثلا عاملينه لك علشان انت تسيب مراتك او انت تسيبي جوزك، فبيحصل بقى بينكم مشاكل كتير، وانتي دايما تبقي شاكه فيه وهو دايما يشكك فيكي، الحاجات اللي هي اللي فيها شعوذه دي. طبعا الشخص اللي هو بيعمل السحر ده ما بيهربش من ربنا، يعني
بيحصل له حاجات وبلاوي، في ناس كتير بتموت. لو السحر ده ما نجحش الشخص ده بيموت، لان هو ماضي عقد مع الشيطان. يعني ايه ماضي عقد مع الشيطان؟ هو في حد بيمضي عقد مع الشيطان؟ انت بتكفر، ده عقدك معاه، ده عقدك معاه، ده عقدك الشيطان معاك، انت كفرت. لان السحر ده انت عشان تعمله لازم تعمله على نجاسة. معنى ايه نجاسة؟ تكون مش طاهر، تقلب المصحف، تعمل اي حاجة حرام. مش لازم اوضح قوي، في ناس كتير فاهم، ناس كتير فاهمة حاجة زي كده. انك تكون ساحر مضيت عقد مع الشيطان، تكفرت بالله. بس الناس ديت مفكرين نفسهم ان هم يعيشوا للابد. لا، هو اصلا ان انت مضيت عقد معاه ده هيبيعك، هيبيعك، هيقولك انا معرفكش. يوم القيامة هيقولك انا معرفكش، يوم حسابك هيقولك انا معرفكش، انا ما شفتكش، انت مين؟ ان انت بعت الله عشانه. عمره ما هيفكر فيك اصلا. كفرت، زنيت، عصيت ربنا، في الاخر الشيطان ده هيقولك انت مين؟ مفيش حد طبيعي بيعمل. الناس اللي هي يعني بجد السحر دول كتروا 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 حرفيا. يعني الناس اللي هي بتبيع روحها للشيطان ديت زي بتوع عبدة الشيطان بالظبط، ما هم بيعملوا السحر اي نوع سحر بقى. دول بيبقوا متقمصين، بس ده علمهم كل حاجة، علمهم كل حاجة من انواع السحر. في ناس كذا حد سألني، هو انت ليه بتعملي المحتوى ده، او اشمعنى المحتوى ده اللي انت حابة تعمليه؟ يا جماعة والله بجد المحتوى ده بحسه ان هو غير ان هو شايق، يعني في احساس بالإثارة والغموض والرعب والحاجات دي، انا بحب الحاجات دي. بس انا عندي فضول، بحب اعرف عن كل حاجة. دي اكتر حاجة بجد خلتني ان انا عايزة اكتشف عنها اكتر. اي نعم الواحد ما بيخافش، والحمد لله، يعني انا اماني بربنا قوي، واللي يحصل يحصل، انا عادي ما بيهمنيش الحاجات دي. بس انا حبيت ان انا اقول شوية حاجات، انا بس حبيت جمعت الاتنين عشان اديكوا نبذة بسيطة عنه. بس باذن الله انا هعمل حلقة عن ده وحلقة عن ده لوحده، يعني حلقة عن الجن العاشق وحلقة عن السحر لوحده. طبعا ان انا قايلة قبل كده ان انا هعمل فيديو عن التيك توك، عن الناس المستفزة اللي في التيك توك. طبعا في منهم عبدة شيطان كتير، وفي ناس كفرت كتير، وفي ناس سبت كتير سيدنا محمد، في حاجات كتير. بس انا لسه بجمع في شوية حاجات بإذن الله هعملهولكم قريب، عشان يبقى فيديو جامد كده ان شاء الله. اهم حاجة نكون عارفين ونكون واثقين ان الله موجود، وان اي حد بيعمل اي حاجة يأذي حد ما تقلقش، حسابك موجود، مش هتهرب. ما تفكرش نفسك عايش للأبد، انت مش دراكولا، دراكولا ده في الأفلام، دراكولا ده في الأفلام بس. انت مش هتهرب، مفيش مفر. يعني لازم تكون عارف اللي انت مضيت معاه عقد ده، وان انت خدت العهد عشان انت تفضل معاه، هيسيبك في يوم من الأيام، مش هيفضل جنبك طول الوقت. ربنا هو الناجي الوحيد، هو اللي هيفضل معاك وجنبك. يا جماعة أهم حاجة نبقى قريبين منه بجد، نبقى قريبين من ربنا، نستعيذ بالشيطان دايما، نسمي الله على طول دايما في كل حاجة بنعملها، نسمي الله يا جماعة عشان البركة تحل، ونبعد عن أي حاجة جوانا، يا ريت الحقد والغل والناس اللي بقت كتير قوي وبيحقدوا على بعض ويغلوا. ودايما تلاقي عموما في الزمن اللي احنا فيه ده بقى كله كده، لان حتى جرائم القتل كترت قوي، بقت كتير. بيقرب الناس ليك، صاحبك، اخوك، ابوك، امك، جارك، بجد
ناس بقت كتير قوي، الناس الوحشه بقوا كتير. لازم بقى نقرب من ربنا شويه، عشان والله العظيم احنا ما نستحقش كورونا، احنا نستحق اسود من كورونا، ويا عالم ايه اللي هيحصل بعد كده. لان السحر بقى مسيطر، قله الادب بقت مسيطره، الناس المستفزه بقوا مسيطرين، التيك توك اللي كله عاهرات ده بقى مسيطر. يعني الناس اللي هي بتقدم محتوى حرفيا على التيك توك ما بتبانش غير فين غير فين، يعني كده فين وفين كده ما تلاقي حد مهتم باللي هو بيعمله او بيقول. احنا اللي بنعمل فيهم كده، احنا اللي بنشهر الناس دي، زي ما قلت في فيديو قبل كده، احنا اللي بنشهر الناس دي، احنا لازم نعمل ليهم حدود. وبس كده، يا رب يكون الفيديو عجبكم، فيديو خفيف ان شاء الله باذن الله. هجمع لكم بين الفيديوهات بتاعت التيك توك اللي انا فعلا حرفيا بتضايق منها او بشوفها مش كويسه، وهعمل لكم برضو فيديوهات تيك توك عن عبد الشيطان برضو باذن الله. يعني هنبقى متنوعين، يعني هيبقى برضو في خصوص الرعب، بس ان شاء الله هننوع، بس يعني محتاجه اظبط شويه حاجات، بس باذن الله هتبقى الدنيا احسن. وكمان حلقه جن العاشر هعملها لكم قريب باذن الله، كلها كامله كل تفاصيله، هعمل لكم حلقه عن السحر برضو بكل تفاصيله. يا رب يكون الفيديو عجبكم، خفيف لطيف عليكم. وبس كده، منساش اللايك والسبسكرايب، ونفعل زر الجرس عشان يوصلكم اي جديد انا بعمله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.